السلام عليكم. اليوم نروح المدينة تاع تيارت لنقف على الأشغال تاع السوق الجملة اللي راه قيد الأشغال في مدينة تيارت. وهنا نشوف المدينة تاع تيارت هذه هنايا، ونروح نشوف الموقع تاع السوق تاع الجملة هنايا. شوف هنا الموقع تاع السوق تاع الجملة هنا بهذه المنطقة هنايا، واللي يقع اذا في جنوب مدينة تيارت. وسوف نشاهد صور نتاع الاشغال نتاع السوق هذه في نهاية هذا العرض. وهنا عندنا باش ناخذ فكرة، عندنا طول هنايا 500 متر والعرض حوالي 450 متر. اذا هذا هو الموقع. وللعلم انه هذه الاسواق نتاع الجملة اللي راهي في كل ولاية الوطن شيء جيد، حيث انه بهذه الاسواق سوف نصل الى تنظيم السوق نتاع التجارة بصفة عامة، وكذلك سوف نتحكم في التوزيع نتاع المنتوجات الاستهلاكية عبر التراب الوطني. وأكيد هذا التنظيم هذا سوف يؤثر بطريقة إيجابية على الأسعار، ويحافظ على القدرة الشرائية إن شاء الله في هذا المجال. إذا نترككم تتابعون الصور، آخر صور عن مشروع سوق الجملة بمدينة تيارت، والسلام عليكم.